عودة أو إلى أخبار الوطن، وبداية ملفنا بقطاع السكن، فإطلاق الدولة لصيغ مختلفة في السكن لا سيما مشاريع عدل أثر كثيرا على عمل الوكالات العقارية، لا سيما تأجيل أغلب الجزائريين لشراء شقق جاهزة وانتظار سكن من الدولة. نسيم الوافي وليليا داود في هذا التقرير. عدل البي بي وانطلاق أكبر عملية ترحيل بالعاصمة، مشاريع لم يقتصر تأثيرها على تسكين الجزائريين فحسب، بل تعداها لسوق العقار الذي يشهد ركودا واضحا في بيع السكنات الجاهزة، فأغلب الجزائريون ينتظرون شقة في إحدى السياق. كذلك أثر سوق تعدل على السكنات الجاهزة، لأنه قسط كبير من الناس أصبحون يعني ذهبوا من سكنات الجاهزة إلى سكنات أضيل، لهذا أثر عليه سلبا، يعني أصبح الطالب على السكنات الجاهزة يعني ما نقولوش منعدم، لكن ناقص بالنسبة للطلبات في السنوات الماضية. أمل الحصول على سكن في إحدى الصيغ المعروفة أنعش قطاع الإيجار الذي عرف انتعاشا كبيرا، إذ يفضل الكثير من الشباب إيجار سكن على شرائه. بعد التوزيع وبعد يعني كيفاش يقولوا ليسبوار، الامل اللي مدوهم البرامج هذوما، شفنا باللي الطلبات زادت كثرت، لان علاش نعرفوا بان من جميع اللي عنده امل باش يدي سكن خرج حب يخرج من المشاكل تاعو ويكري يستأجر شقة. عدل أخلطت أوراق سوق العقار حتى قبل توزيع الشطر الأكبر منها، فما سيؤول إليه هذا السوق في حال توزيعها أو في حال إطلاق مشروع عدل؟